بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي معاكم وعدكم ان نعلمكم القبة المركبة كيف نحن بنشتغلها. هاي القبة المركبة الرجالية والصبيانية بنفس الوقت. هي القبة اعتمادها الكلي انك انت بس تعرفي كيف تحرضي الحرضة تبعي. تعلمتك اياها فيديو سابق. هاي هي قبل كل شيء، قبل الحرض الباط بإصبعتين مثل ما علمتكم، ناخذ 10 غرز، بعدين نشتغل هيك، منضل متابعين بشكل مستقيم بدون زيادة ولا نقصان لحتى نوصل لعند حرضة الرقبة الأمامية. شلون بنعرفها؟ إنه نحن بنعرف قبل 2 سنتي أو إصبعتين من حرضة الرقبة. بناخذ 3 2 1 1 1 1 ومنكفي هيك لحتى نوصل طول القبس المناسب. هاي الكنزة لطفل عمره 6 إلى 7 سنين. نحنا مثل ما تعلمنا انه بناخذ نلقط غرز القبة بنحطها على خيط معروفة، نحطها على خيط. انت وقت بدك تيجي تبلشي بالشغل بقى بدنا هالقبة، هاي ضروري بدها السنارة المدورة، ما بنحسن نساويها بالمفتوحة أو المستقيمة لأنه هاي القبة مسكرة. لاحظين شلون القبة مسكرة؟ بدنا نضطر نحن نشتغلها على الإبرة المدورة. خلاص نحن هون جينا من القطن هدول هيك من اليسار بناخدهم الغرز، ومنقيم الخيط اللي كنا نحن رافعينه عليها، منقيمه هذا الخيط ما بقى يلزمنا. هاي قمنا. هلأ شو بدنا نعمل؟ نجي بدنا أخذنا غرز القبة، قديش عددها معانا نحن هون؟ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26. منعلق الخيط نحن هون. هلأ شلون؟ ما بدنا شي، هلأ بدنا نشتغل 4 أدوار هدول بس لحالهم، هدول بدنا نشتغلهم 4 أدوار طبعاً بغرزة الريب. رح أبتدي معاكم أول دور بعدين برجع لكم. هاي حطينا احنا هون هذا الخيط الاصفر بدنا نشتغل فيه، انا بدي رايده تكون القبه لونها صفرة بتعطي اجمل للكنزه. هاي وحده عدل وحده مقلوب. تريدي تساويها انت مضلعه 2 ب2 على كيفك، بس انا الريب عندي يا وحده عدل وحده مقلوب، بدي اضطر اني انا اشتغل نفس المبدا. لاحظتي كيف؟ هلا هدول بس غرز القبه من ورا بنشتغلهم هيك، وحدة عدل وحدة مقلوب 4 أدوار. نشتغل 4 أدوار ونرجع لكم. لقطنا غرز القبة واشتغلنا 4 أدوار بغرزة الريب. هلأ بدنا نلقط من هذا الطرف 8 غرز ومن هذا الطرف 8 غرز، ونشتغلن 4 أدوار ومنرجع نعيد منكرر. هلأ بدنا نلقط 8 غرز. منبلش أول شي الخيط لازم نحنا ناخده لهون. كيف بدنا نلقطن؟ ما بدها شي، مندخل مكان الغرز. هاي واحد، وهي اذا كان عندك فراغ بلا انزلي لتحت. 2 وهي 3 وهي 4 5 6 7 وهي 8. 8 غرز، بدنا 8 غرز نلقطن. لا تخلي الغرز قليل عددها، خلي الغرز عددها كويس. هلا شلون بدنا نوصل للطرف الثاني؟ بدنا نشتغل عادي، بدنا نشتغل. نحن هون وين وقفنا؟ وقفنا بالغرزة عدل، بدك تيجي مقلوب عدل مقلوب عدل مقلوب عدل مقلوب عدل، معناته هلا بدنا نشتغل نحن عدل. بدنا ننتبه مشان التتابع تبعية الريب، لأنه نحن ما عم نشتغل سادة جورسي، نحن عم نشتغل ريب. وحدة عدل وحدة مقلوب، وإذا خربطنا المفروض نرجع نعيد مشان نظبط الغرز، ما بيصير يكون كل طرف شكل. تمام، وهي مقلوب. هلا رجعنا ليكو شلون جينا معاهون على العدلة. هلا منتابع، هلا بفرجيكم بالطرف الثاني شلون بنرجع بنلقط 8 غرز. عفوا هاي لازم تكون مقلوب. هلا
هي هاي الطريقة، هي القبة في إلى طريقتين. أنا هلأ اتخذت هاي الطريقة المتدرجة اللي بتبدي فيها من القبة. في طريقة ثانية بتحسني تلقطي فيها الغرز كلهم داير ما دور، بس أنا فضلت هاي لقيتها بتعطي مجال وساعة كتير للقبة ورياحة بالغرز. على كل حال شي نهار مرة ثانية بساوي لكم إياها لهديك الطريقة القديمة. أنا هلأ هاي الطريقة الجديدة تعلمتها وجربتها، لقيتها إنه طريقة حلوة ومرتبة. صحيح بتاخد وقت وبتنشغل بالتدريج، ولكن نتائجها مضمونة جدا. شايفين هلا كله هذا غرز هيك. هلا بنوصل لهون على الطرف اليسار وبنرجع كمان بناخد 8 غرز، بنرجع بنشتغل وراهم 4 ادوار، وبنرجع كمان بنرجع نشتغل ناخد 8 غرز، غرزة من كل طرف. هلا هون شو نحن هون مقلوب تمام. نجي هلا، لا معلش ولو ظنيتوا انه هي طويله، مو مشكله، هي بدها تيجي بالتدريج. يلا هي هون طبعا نقلب الخيط مشان نحسن نلقط الغرز. وحده تنتين ثلاثه، دائما خلي الغرزه من تحت. ثلاثه اربعه خمسه سته سبعة، وهي 8. لا تاخذي هيك يعطيكي فراغ، خذي من تحت. هاي 8 تمام. يلا صار عندنا 8 من هون و8 من هون. لاحظوا شلون بتعطينا منظر، كثير بتعطينا منظر جميل وشغل مرتب. نحن وصلنا هون اخر شيء، قلت لكم نحن مقلوب عدل مقلوب عدل مقلوب عدل مقلوب عدل مقلوب، معناته هلا لازم نبتدي بالمقلوب. هاي هون لا معناته عدل، لانه هي هون قلبنا الشغل، معناته هلا هي عدل نشتغلها. معلش هي شغل السناره المدوره انا ما كثير لي رغبه فيه، ولكن بضطر اشتغل فيه مشان القبات خصوصي، بيطلعوا مضمونين وما بدهم خياطه، تطلع كلياتها 7 لبعضها. هلا رح نشتغل 8 ادوار يا بنات، وبرجع 4 ادوار وبرجع لكم 4 ادوار. وصلنا هلا مثل ما هون كنا زدنا 8 ادوار، صارت 8 اصاب. هلا نحن اشتغلنا 4 ادوار. هلا كمان بدنا نرجع المرحله الثانيه من الزياده، نقلب الخيط المرحله الثانيه، بنرد بنلقط 8 غرز. 1 2 3 4 5 6 7 وهي 8. لا تاكلوا هم انه هوني على قطنة والغرز بدها تبين، ما بتبين لانه القبة هلا بدها تقلب هيك لورا، وهذا شيء طبيعي معانا ماشي تمام، لانه من هذا الطرف بدها تقلب القبه هيك لهون وما بتبين الغرز انه نحن لقطناها. هلا بدنا نشتغل لهون لاخر الدور وبنرجع بنلقط 8 غرز. على فكره بنات هي هالزياده، هي اول زياده، ثاني زياده، ثالث زياده، يعني كل زياده بدنا نزيد فيها 8، هون 8 بنرجع هون 8 بنرجع هون 8. اخر شيء لازم ينتهي معانا لعند الخط المستقيم، خط المستقيم بنرجع بناخذ بنلقط من هون. هلا رح هي الزياده رح اساويها وبساوي الزياده الثالثه، وبشتغل بين كل زياده وزياده 4 ادوار وبرجع لكم. وصلنا المرحله الثالثه من الزياده، بدنا نزيد فيها، زدنا من هذا الطرف 8، وهلا اجينا لهذا الطرف بدنا نزيد 8. ما بدي شيء علمتكم اياها. اي هون قلبنا نحن الخيط، بنقول 8 غرز بدنا. اي 1 2 3 4 5 6 وهون 7، وهلا 8 هون بالطرف. ابدا مشينا نفس الخطوات مثل ما وصلنا هون، وصلنا بهذا الطرف. لاحظتوا شلون صارت القبه بنات؟ هلا بتصير هلا هيك بتقلب،
بتقلب هلا هيك القبه بيطلع منظرها كثير جميل. رح نشتغل هلا هي الزياده الثالثه، رح اشتغل اربع ادوار وبنزيد الزياده الرابعه وبرجع لكم. اي صبايا هلا وصلنا نحن، هلا هون نحن 1 2 3 4 زيادات. هلا اخر زياده بدنا نلقط كل هدول الغرز، كل هذا على طول الخط المستقيم، وبنحسب الغرز بده يكون هدول نفس هدول، ما بتصير زياده او نقصان، بدنا نلقطهم على طول الخط المستقيم لحتى نوصل لعند الفسحه تبعيه القبه اللي اتفقنا عليها. من هون ما بدها شيء، بنلقط كل غرزه بغرزتها، طبعا نقلب القيط لانه هذا هون مقلوب. هلا بنقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وهي اخر وحده وصلنا لها، هي ديك هو هي تبعيت هي هون بدايته 10. عظيم. هلا معناته احنا هون لقطنا هلا 2 4 6 8 10. هلا بنشتغله للدور هيك وبنرجع بنلقط 10 من هذا الطرف، بيكون انتهى معنا اخر الزياده. بنشتغل اربع ادوار وبنرجع لكم. بعد ما لقطنا المرحله الاخيره يلي هي وصلنا فيها لعند الخط المستقيم، اخذنا 10 غرز من هون و10 غرز من هون. هلا بدنا نشتغل بحدود العشر ادوار، وفي قابل يلزمنا اكثر. ليش؟ لحتى نشوف انه القبه بدها تقلب هيك، بدها تقلب وتاخذ المجال الكويس بحيث انه تلف وبتيجي هيك فوق بعضها. هلا بنشتغل 10 ادوار مبدئيا وبنشوفها، اذا لفت بنختم، ما لفت بنرجع بنشتغل كمان. بنرجع اشتغلنا العشر ادوار صبايا، طلعت صغيره لسه بتتحمل، بدها شي اربع ادوار تانيات، مشان هي لازم هي تطبق هون وبتقلب هي تجي الثانيه فوقها. لسه بنحتاج لشي اربع ادوار تانيه بصير انسب للقبه، معناته 14 دور بنساويهم وبنرجع. اشتغلنا ال 14 دور وهلا عم نعمل دور الختمه، اخر شي الختمه كيف بتكون، كيف بنختم الغرز. ما اهم شيء انك انت تختمي على دور الوجه والغرزه، العدله عدله والمقلوبه مقلوبه بنختمها، مو كله بنختمه مثلا مقلوب او كله عدل. شوفي شلون هلا هاي مقلوبه، نقلب الخيط ونقلب الغرزه فوقها، هاي عدله بنشتغلها عدله، نرجع بنقلب الخيط فوقها، هاي مقلوبه اخر وحده بنقلب الخيط وهكذا. اهم شيء مثل ما قلت لكم صبايا انه الختمه خلوها على دور الوجه. شو السبب؟ هي خلصنا منها. شوفوا شلون بتطلع، بتطلع شوفوا شلون بتطلع داير القبه، بيطلع كلياته متغرس السمبلي. خلوا الختمه على دور الوجه، هي وحده. الشغله الثانيه بالنسبه للابره، انا اشتغلت البلوفر كلياته على الاربع ونص، القبه هي خاصه، هي القبه خاصه بدها ابر 5. انا هيك بالنسبه لخيطي، بالنسبه لخيطكم انتم على كيفكم، بس بصراحه لازم بدها ابره اكبر. هلا شوفوا شلون صار معنا هاي القبه، شوفوا شلون قلبت هاي الكوله، بتقولوا لها كوله او قبه. لاحظوا عندنا هالمسافه، هي شلون بدنا نغطيها هاي المسافه. هلا بدنا نجيب هاي هل هون ومنخيطها، منخيط من هون، لاحظوا هاي بتقلب هيك. نرجع هاي الثانيه، اذا كان صبي بقى بتعرفي انتي الصبي، بناخذ له هيك من هذا الطرف كمان هيك بنخيطه. لاحظوا شلون بتصير، رح افرجيكم شلون بدنا نخيط. ما بدها شيء، شغلتها كثير سهله وبسيطه. بتامل ان شاء الله اكون اعطيتكم كل المعلومات الوافيه. على فكره 110 غرز من هون لهون، 110 غرز طلعت، بتاخذ بتاكل صوف وبتاكل وقت. انا صار لي هلا 5 ساعات ونص عم بشتغل فيها، ما بين شغل فيها وما بين تصوير لكم، بس 5 ساعات اخذت معي بكل رياحه. على كل حال هي كثير نتيجتها رائعه جدا، لاحظي شلون بتطلع، بتطلع كثير حلوه. ما بدها شيء هذا الخيط، بنضمه هيك على الابره. ضمينا الخيط، شلون بنعمل هاي؟ شايفين شلون؟ هاي هيك بنجي لهون وبنقطبها، بس اقطبيها انت من الخلف. ها هيك هاي الغرز، ها
من أولها لآخرها هيك القطية هيك انتي على الخلف بحيث تسمع ديري بالك ما تبين بالوجه هيك هيك بدنا للقطة. هلا رح اسوي انا معكم نطبة سريعة معلش مشان بدي لحقكم لانه وقت الفيديو كثير انا كثير بكون ضيق معي. اي هلا شوفي شلون ختمت انتي تبقى بتثبتيها تثبيت كويس تجي هي الثانية هاي الثانية إذا صبي بدنا نعمل هيك نحنا مظبوط صبي بيقلعوا هيك البنت تقلب بالعكس انتي بس بقى هيك تجي كمان نفس الوقت بتثبتي هي هيك لهون بتثبتيها طبعا بغرزة من المقلوب من الخلف بتثبتيهم اثنيناتهم هلا رح اسوي لك اياها على شكل سريع بس مشان تطلع معك الشكل النهائي للقبة لاحظتي كيف بتطلع هي هي القبة المركبة وعلمتكم الحردة تبعيتها وان شاء الله بتأمل على كل حال هلا خلينا نحن نعمل هيك غرزة مؤقتة مشان ما يضل الخيط قدامنا ويطلع منظر القبة حلوة هلا هيك مبدئيا اسفة ساويتها على الوجه اسفة جدا مثل ما قلت لكم هي هيك بتتخيط وهي بتتخيط هيك من هون بهالطريقة هاي هاي هي القبة المركبة ابتديناها من ورا ومثل ما قلت لكم 110 غرز اخذت معي واشتغلنا هذا هون بالنهاية 14 دور 14 دور اشتغلناها لحتى عطت هالقلبة الحلوة بتأمل ان شاء الله تكون عجبتكم ولا تنسونا من لايك وشير واشتراك وشير